حكاية كده غريبة شوية عن الفنان أمير صلاح الدين. الفنان أمير صلاح الدين ومن وهو بيمثل فيلم نوارة حس بأعراض غريبة، عمل تحاليل كتيرة وأشعة كتيرة ودكاترة كتيرة لحد ما تم تشخيصه أنه عنده مرض اسمه أنيوريزم. إيه الأنيوريزم ده؟ نوع من التمدد الشرياني في الدماغ أو تمدد شريان في الدماغ، بيهدد في أي لحظة أنه بيحصل لا قدر الله انفجار في هذا الشريان ونزيف، يعني حاجة مش هينة. كان عنده رحلة بالتأكيد أثرت على حياته، وكان فيها جزء كبير جدا من التوتر والقلق، مع أنه الدكاترة قالوا أنه لازم المصاب بالمرض ده يبعد عن أي نوع من الضغط العصبي وما يتضايقش لو أنه المرض ده يؤثر على الإبداع عنه. هي تجربة بالتأكيد مش سهلة، وأي حد بيمر بيها أو بأي تجربة مشابهة عارف العبء النفسي. الجميل أنه أمير صلاح الدين أخذ التجربة دي كلها من أولها لآخرها وحولها إلى عرض، والحقيقة أنه عرض راقي جدا وجذاب جدا وجميل جدا. أمير صلاح الدين بيحكي الحدوتة بغنى وبكلام وبتمثيل، حاجة فريدة، أنا ما شفتش عرض قبل كده بالشكل ده، حاجة كده مختلفة. زي ما بنقوله ألف ألف سلام عليك، كمان بنقوله برافو عليك. إيه الجمال ده؟ وإيه تحويل الألم والخوف والقلق إلى عمل إبداعي؟ كل اللي حضروا العرض من أصحابه ومن زمايله ومن الناس العاديين حسوا كده إنه في لحظة تنوير موجودة في العرض. العرض اسمه مونولوج فكري حالة من البوح، عن تجربته الشخصية، بس في كتير من المقاطع في العرض ده كلنا نقدر نستلهمها في لحظات في حياتنا. فيها 12 مني وأنا مني بيتهرب مني، من غير مني ما يعمل صوت، دورني يا فنجان القهوة على قبلة إحساس الموت. المهم أنا جاي النهاردة عشان أكلمكم عن الأنيوريزم. طيب الأنيوريزم ده تمدد شرياني بيحصل في المخ أو في القلب. وأنا قاعد زهقان من جهلي وبدل دق من إيدي حياة، علامات الساعة بتندهلي وبتذكر أسماء الله، دورني يا فنجان قهوة على ابنك احساس الموت. خصوصا ان الموقف كمان اللي هو بيحكي عنه ده ناشئ عن تجربه شخصيه هو مر بيها، مش هو لوحده، كلنا مرينا، لان احنا عشنا معاه الفتره دي ايام ما عمل العمليه اللي اثرت، ساعتها اكتشفناها بالصدفه انه عنده شريان متمدد في المخ يعني، وعمل عمليه في المخ اياميه بسبب الموضوع ده. ففكره انه يحول بقى ده، يحول كمية التوتر اللي احنا عشناها دي لانها تبقى حاجة كوميدي، وانها تبقى حفلة ستاند اب كوميدي، ويتكلم عن الموضوع ونضحك بقى على اللي شفناه ده، اعتقد انها تبقى حاجة كويسة ولذيذة منه يعني. الموضوع نفسه لطيف على قد ما هو مؤلم شوية، ان الحد يصاحب المرض بالشكل ده ويتعامل معاه بالشكل ده، فيها قوة فيها شجاعة، وده حاجة لطيفة جدا جدا، حاجة انا بحترمها جدا. شقة يا شاب في الشقة شقاني، طبق لي قلبي وشاله واستنيش، ولعت نور الأوضة عراني، طفيته تاني لكنه ما بيطفيش. أبيض 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 أبيض، كل شيء في حياتي أبيض، ماشي ناعي انسيابي. فعلا كنت خايف الحقيقة، يعني خايف فنيا ان هي تتحسب عليا اني بحكي تجربة شخصية وبدخلها في شكل فني كده، ممكن تتحسب ان هي بيدر تعاطف، فاهم، عايز يستفيد، مش يعني مش عارف، ما حبيتش الموضوع في الاول، بعدين اكتشفت ان الموضوع نفسه فيه عظة وفيه حاجات جميلة جدا ليا انا شخصيا، حاجات ما كنتش فاهمها، ابتديت افهمها، حسيت ان ربنا كانه نور لي حاجات في حياتي في طريق، بين لي شوية ناس، رغم ان ده مرض يعني مش بيبين شويه، هو بيغيب يعني، بس هو بيبين شويه حاجات الحمد لله، اثر عليا في شغلي في الفن في الالحان، بلحن كتير جدا بشكل غريب، بقيت بحب التمثيل اكتر، عارف انت يعني، هو مؤثر في الناحيه اليمين دي، فخلاني عندي شويه بحب الفن اللي بقدمه اكتر يعني، حببني الفن اكتر. كل سنه وانا طيب، كل سنه وانا راضي، كل سنة وأنا ناسي.
أي حزن وماضي. سيداتي آنساتي اللي بينكم دي فتاتي، خام حنان طارح يوماتي، فيها حاجة من خالاتي، نهر طيب أمهاتي، نهر طيب أمهاتي. أمير صلاح الدين، أمير صلاح الدين، سمعتك وانت بتقول انك كنت قلقان ان تكون التجربة فيها استدرار لعطف الناس بتاتاً. انت حولت الموضوع لقالب فني راقي وجميل، والحقيقة ملهم في حاجات كتيرة جدا. ألف لا بأس عليك، وألف مبروك على إبداع يستحق التحية يا أمير.